بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفى يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفى يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرف واردع يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرف واردع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجان والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا واضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذانا وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله page 224 سلام على قبري يزار من البدي سلام على روضة وفيها محمدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام على من زار في ليل ربه فبلغه المرغوب في كل مقصد لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله سلام على من قال لي بمن أنا فقال رسول الله أنت محمدي لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام على المدفون في أرض طيبة ومن قصه الرحمن بالفضل والمجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
نبي حباه الله بالحسن والبهاء فطوبى لعبد زار قبر محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الله يا راكب النهوى المدينة قاصدا فبلغ سلامي للحبيب محمد لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله في روزته الحسنى منايا وبويتي وفيها شفاء قلبي وروحي وراحتي لا إله لا لا إله إلا الله لا إله لا محمد رسول الله فإن بعدت عني وأز مدارها فتمثلها لدي أحسن صورتي إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا محمد رسول الله أنزر طرف العين في حسن روضها فيسلو بها لبي وسري وموجتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله فما أنا يا قطب الأوالم كلها أقبلها شوقا لإشفاء التي لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله وصل على قطب الوجود محمد صلاة بها تمهو أن كل زلة لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله page 12 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمن قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا طهره الله حماه اختاره
وما براك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Page 98. Salam alayk ya Nabi, salam alayk Sayyidi, salam alayk ya Nabi, salam alayk Sayyidi, ya Nabi, ya Imam al-Haramain Muhammadun Ashraful Arabi wal أجمي. يا نبي محمد خير من يمشي على قدمي. يا نبي محمد باسط المعروف جميعه. يا نبي محمد صاحب الإحسان والكرم. يا نبي سلام عليك يا نبي، سلام عليك سيدي، سلام عليك يا نبي، سلام عليك سيدي، يا نبي يا إمام الحرمين محمد تاج رسل الله قاطبة. يا نبي محمد صادق الأقوال والكلم. يا نبي محمد ثابت الميثاق حافظه. يا نبي محمد طيب الأخلاق والشيم. يا نبي سلام عليك يا سلام عليك سيدي، سلام عليك يا نبي، سلام عليك سيدي، يا نبي يا حرمين محمد جوبيت بالنور تينته. يا نبي محمد لم يزل نورا من قدمي. يا نبي محمد حاكم بالعدل ذو شرف. يا نبي محمد معدن الإنعام والحكم. يا نبي سلام عليك يا سلام عليك سيدي، سلام عليك يا نبي، سلام عليك سيدي، يا نبي يا إمام الحرمين محمد خير خلق الله من مضر. يا نبي محمد خير رسل الله كلهم. يا نبي محمد دينه حق ندين به. يا نبي محمد مجملا حقا على عالم. يا نبي سلام عليك يا نبي، سلام عليك سيدي، سلام عليك يا نبي، سلام عليك سيدي، يا نبي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على أممي، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الأمة وظلمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كرامي. محمد سيد الطبع
أصحاب المناقب محمد زاغه الرحمن بنيام محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر تهم يا ربي المصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضايق للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببيثته محمد جاء بالآيات وحكم يا ربي بالمصطفى محمد يوم باس الناس شافئنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Page 16. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرن وتصبحن أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا. حتى أناد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. Page 171. نحن في روضات الرسول حضور طالبين الرضا وحسن قبول. الله 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 يا مولانا. الله 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 بفضلك كل جئنا يا خير من إليه الملاذ بانكسار
وذهولي الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كلي فاسأل الله فينا كل عناية لننال في وقت الحلول الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كلي لك قدر عظيم ليس يضاهى ورسالة تفوق كل رسول الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كلي أنت باب الإله في كل خير من أتى فاز بالرضا والوصول الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كلي كل سر في الأنبياء قد أتاهم من علاكم مؤيدا بنقولي الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كلي المدد المدد يا رسول الله واسقنا بالمدد يا حبيب الله المدد المدد يا رسول الله واسقنا بالمدد يا حبيب الله قد تشفعت في أمور إلهي بالنبي المشفع المقبول المدد المدد يا رسول الله واسقنا بالمدد يا حبيب الله كل من حط رحله بكريم لا أقصى المنى وكل السول الله المدد المدد يا رسول الله واسقنا بالمدد يا حبيب الله قد شكرنا في كل وقت حيث من بزورة للرسول المدد المدد يا رسول الله واسقنا بالمدد يا حبيب الله وكذاك لكل من في باقي عين من صحاب كذاك نسل البتولي المدد المدد يا رسول الله واسقنا بالمدد كذاك لكل زوج وبنت وابن منجي الأنام يوم الحلول الله المدد المدد يا رسول الله واسقنا بالمدد يا حبيب الله وكذاك لكل من في أحد من شهيد كذاك عم الرسول المدد المدد يا رسول الله واسقنا بالمدد يا حبيب الله قد طالبنا بهم تمام السلام في مسير لأمضنا والدخول المدد المدد بالمدد
نادان يا حبيب الله وطالبنا النجاة في يوم حشرين وسلاما من كل فظ جهولي المدد المدد يا رسول الله واسقينا بالمدد يا حبيب الله ربي صلي على النبي وآله وصحاب وتابع بشمولي المدد المدد يا رسول الله واسقينا بالمدد يا حبيب الله. Page 19. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من وائد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن حسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك رتبة ومكانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه وأرض نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهة فوقت الميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صاحب القدر المرافع فملا نور نواهي أما كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله
نكست أصنام شركين وبنا شركي تصادى ودنا واختل هدايا وهم الكفر تزازى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك الله مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات عليك الله أنت في الحشر البلد لك كل الخلق تفضى وينادون ترامى قدها من هول الأفضى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنا تشفع تشافى مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا نور وشعشع مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل يا الله وإله الأرش يسمع مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله يا عظيما من يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واتنا بكل مطمع يا الله ربي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله وقفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي يا الله ببركة الهادي المشفى يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب غثنا بحياة الحطى ليحمى صلى الله على سلام واختم الأمرة بحسنى وحسن العقبى ومرجى صلى الله على محمد
عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهرى وعلي وصحاب ما سناشى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. We thank Allah that Allah gave us the honor to celebrate our Habib صلى الله عليه وسلم with the people of معرفة, with people of they have the real love of رسول الله صلى الله عليه وسلم. So I wanted to all of us to open our heart to receive from Sayyidi Shaykh Samer from that whatever his heart of the love of Rasulullah Sallam. Jazakumullah khair Sayyidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thanaan alayka anta kama athnayta ala nafsik. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa afdalu salatu wa atamu taslimi ala sayyidi al-awwalin wa al-akhirin wa alami al-sabiqin wa qaidi al-ghurri al-muhajjalin wa shafi'i al-muznibin wa sayyidi waladi adama ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi al-ghurri al-mayamin wa ashabi نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, dear brothers and sisters, I'm too happy to be among your people, you know, celebrating the occasion, you know, of the birth of the Prophet صلى الله عليه وسلم. What I remember now, what was done, you know, by Halima, the mother in breastfeeding to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She had very hard life, and everything was changed when the baby come to their family, you know, which has been summarized by her husband when he said لقد أصبت نسمة مباركة, that mean you have gotten a very blessed, you know, soul. And this is should be the feeling of all of us, whether we understand or not, whether we feel it or not, you know, we have gotten, you know, the best, you know, and the highest chosen from Allah subhanahu wa ta'ala. We are not here to put down, you know, any of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, but we should feel the superiority of him sallallahu alayhi wa sallam in all aspects, you know, namely in the Holy Quran, in his prophetic tradition, you know, and in his personality, in his characters, you know, and whatever is related to him, you know. And whenever you have such a blessed, you know, gathering, you know, when you have the name, the holy name of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned, the hearts, they are too happy, you know, about this occasion. This is going to gain a lot, you know. What I would like, you know, to have the message, you know, delivered to a much broad size, you know, of the people, you know, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as illustrated in the Holy Quran, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Even our community or our society, we should have something fit, you know, all types, you know, of people to get involved, you know, in such a celebration, you know, of him sallallahu alaihi wasallam.
to feed the elderly, to feed the young, and to feed everyone, you know, in a unique pattern, you know, that is going to be one of the best way, you know, of expressing that we love him, sallallahu alaihi wasallam. As you may know, I think all of your people, you know, they know it's not a must, it's not an obligation, you know, it's a matter of practicing, you know, your remembrance, your love to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why it was not recommended from the companion, because they have this memory, you know, quite alive, you know, quite vivid, you know, in their mind, and it's going to be applicable to all of their life. Hopefully we are going to find it, you know, quite helper for us, you know, in such a difficult days that we ran through, and which we really need the help, we really need the support, we really need to have those high figures, you know. Sometimes I am going to feel that those descriptions, they don't fit in this life, but this is the reality of him sallallahu alaihi wasallam. Whether we have the capacity or the ability, you know, to practice it or not, we should feel that this is the reality of him sallallahu alaihi wasallam, and we should be proud, because Allah subhanahu wa ta'ala did say an-nabiyyu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. That's mean here we have the honor to from Allah subhanahu wa ta'ala to have the Prophet sallallahu alaihi wasallam, our model, our one that we are going to follow. The follow is going to start by his steps, then by his Sharia, by his religion, and you name it, you know. As narrated in Sahih Muslim, that they lost the companion, they lost the Prophet sallallahu alaihi wasallam one day, and they start worrying, you know, about him. And the first one, you know, to find him was Sayyidina Abu Huraira, and the Prophet did give him the sandals, you know, to his holy sandals, to give the good tiding that anyone make ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah behind this wall or the area where he was at sallallahu alaihi wasallam, to give him the good news that he's one of the persons, you know, or attendees of the heaven. I may say it, you know, easily, but here we should feel the importance of it, you know. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. This heaven, it has something which is never come to the across anyone's mind, never seen by anyone, never heard by anyone. And this is, you may consider it as illustration of what Allah subhanahu wa ta'ala did say in Holy Quran, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. No one has the ability, you know, to understand what has been prepared for them, you know, in the hereafter. The scholars, they said why he was given the sandals, you know, of him sallallahu alaihi wasallam, just is a physical signal, you know, to tell everyone that we should follow his steps sallallahu alaihi wasallam, which I hope that we are going to do it. We are going to apply to our life and to have it, you know, subject ourselves, you know, to all matters, you know, of his aspect, you know, which has been, I'm sorry to tell you know, criticized by some people, you know, or put down, you know, by other people, you know, or whatever. We are going to be proud of it, you know, because the practices that we have it nowadays, this is for sure not only in our time, in all times, you know, is going to be the best, you know, ever, you know, given to the humankind, you know. In our day we observe the ugliness, you know, and the not the very bad attitude that's given, you know, by some people, you know, by the name of civilization, by other names, you know. And here we know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even though he did not say any of these words, you know, you are going to feel the
superiority, you know, the barakah which we mentioned, you know, or the superiority of his, even though it's going to be physically, you know, in our life, you know, as I mentioned, you know, about Halima radiallahu anha and the others, and when, wherever he goes, sallallahu alayhi wa sallam, is going to have this, you know, we should have it in our, we should have him, sallallahu alayhi wa sallam, in our heart all the time to gain the barakah and to seek the help, you know, in this life and in the hereafter, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alayhi wa sallam. Page 37. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Wa laqad ashartu li na'ati man awsafuhu tuhyi al-quluba tuhayyiju al-ajjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلا بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عن عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومعتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي باب هادي الخلق أحمد رحمة الحق المبين باب هادي الخلق أحمد رحمة الحق المبين هو محيي الدين حقا غوث
الدين حقا غوث كل العارفين خادم الشارع المطهر سيدي الشيخ الأكبر خادم الشارع المطهر سيدي الشيخ الأكبر جل من أعطاه ما أظهر عمك لا العارفين جل من أعطاه ما ظهر عم كل العارفين بابه عبد الغني الولي ابن الولي بابه عبد الغني الولي ابن الولي بحر علم نبوي شيخ أرباب اليقين بحر علم نبوي شيخ أرباب اليقين يا بحور الجود جود بالعطايا ثم إنشاءالله we'll redo this initiate with سيدنا شيخ سامر will do it for us إنشاءالله I'll start with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Ya imam al-awliyai, ya khitam al-anbiyai, ya imam al-awliyai, ya khitam al-anbiyai, dawini وارحم خضوعي إنني عز دوائي داويني وارحم خضوعي إنني عز دوائي ما سوى الإخلاص نيا جئنا نرجوك العطية ما سوى الإخلاص نية جئنا نرجوك العطية أنت يا روح البرية بك من داء شفائي أنت يا روح البرية بك من داء شفائي أنت عنوان التجلي ضمن أستار التدلي أنت عنوان التجلي ضمن أستار التدلي صلب حبري الله حبري واكفيني هم عنائي صلبي لله حبلي واكفيني هم عنائي أنت عنوان الجمال أنت سلطان الجلال أنت عنوان الجمال أنت سلطان الجلال أنت
البستان أوت الكمال أنت كنز الفقراء أنت نسوت الكمال أنت كنز الفقراء أنت حب الله طه نلت قادرا لا يضاهى أنت حب الله طه نلت قادرا لا يضاهى ولك الفضل تناهى جل من سلم عليك ولك الفضل تناهى جل من سلم عليك وعليك الله صلى كلما المولى تجلى وعليك الله صلى كلما المولى تجلى ولآل هم أدلة وصحاب أتقياء ولآل هم أدلة وصحاب أتقياء وقفت بالذل في أبواب عزكم وقفت بالذل في أبواب عزكم مستشفيعا من ذنوبي عندكم بكم مولاي مستشفيعا من ذنوبي عندكم بكم أمرغ الخد ذلا بالتراب عسى أمرغ الخد ذلا بالتراب عسى أن تقبلوني وترضوني عبيدكم أن تقبلوني وترضوني عبيدكم فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم فإن أبيتم فمن أرجوه غيركم من فاته منك وصل حظه الندم من فاته منك وصل حظه الندم ومن تكن همه تسمو به الهمم مولاي ومن تكن همه تسمو به الهمم وناظر في سوى معناك حق له وناظر في سوى معناك حق له يقتص من جفنه بالدمع وهو دم يقتص من جفنه بالدمع وهو دم والسمع إن جال فيه ما يحدثه والسمع إن جال فيه ما يحدثه سوى حديثك أمسى وقراه الصمم مولاي سوى حديثك أمسى وقراه الصمم في كل جارحة عين أراك بها في كل جارحة عين أراك بها مني وفي كل عضو بالثناء فمو وني وفي كل عضو بالثناء فمو فإن تكلمت لم أنطق بغيركم فإن تكلمت لم أنطق بغيركم
وكل قلبي مشغوف بحبكم مولاي وكل قلبي مشغوف بحبكم أخذتم الروح مني في ملاطفة أخذتم الروح مني في ملاطفة فلست أعرف غيرا مذ عرفتكم فلست أعرف غيرا مذ عرفتكم نسيت كل طريق كنت أعرفها نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا يوديني لربعكم إلا طريقا يوديني لربعكم إن جابرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام إن جابرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام أو هاجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام أو هاجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام كل من يعشق محمد في أمان وسلام وحبيبي وجناته وردتان كالدهان وحبيبي وجناته وردتان كالدهان بين سمعي وفؤادي برزاخ لا يبغيان بين سمعي وفؤادي برزاخ لا يبغيان أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام نور الهدى وفانا نور الهدى وفانا بحسنه حيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا أهلا به وسهلا أهلا به وسهلا قد طاب فيه المجلى حل الهنا مذ حلا صلى عليه مولانا حل الهنا مذ حلا صلى عليه مولانا هذا الملاذ العظيم هذا الرؤوف الرحيم أتى بقلب سليم هذا الرؤوف الرحيم أتى بقلب سليم هذا الرؤوف الرحيم أتى بقلب سليم صلى عليه مولانا يا رحمة العالمين يا رحمة العالمين يا نعمة لا تمين مطاع ثم أمين صلى عليه مولانا مطاع ثم أمين صلى عليه مولانا
حبه يا يا مدعي حبه به أطيع أمره ودن تنال قربه صلى عليه مولانا ودن تنال قربه صلى عليه مولانا أحمدنا المصطفى بحر الصفا والوفا فالمدح فيه شفا بحر الصفا والوفا فالمدح فيه شفا بحر الصفا والوفا فالمدح فيه شفا صلى عليه مولانا بحقه يا سلام بحقه يا سلام وفضل آل كرام وصحبه في الختام صلى عليه مولانا وصحبه في الختام صلى عليه مولانا طه النبي العدنان من جاء بالقرآن طه النبي العدنان من جاء بالقرآن عوني وسؤلي وكل شغلي عوني وسؤلي وكل شغلي به مدى الأزمان عوني وسؤلي وكل شغلي عوني وسؤلي وكل شغلي به مدى الأزمان أقسمت بالأحقاف وما تلي في قاف أقسمت بالأحقاف وما تلي في قاف عطفا علينا نظر إلينا عطفا علينا نظر إلينا بجاه أهل الله عطفا علينا نظر إلينا عطفا علينا نظر إلينا بجاه أهل الله على النبي صل يا ربي وآله الكلي على النبي صل يا ربي وآله الكلي ما دام عبد الغني يشدو ما دام عبد الغني يشدو حديث أهل الله ما دام عبد الغني يشدو ما دام عبد الغني يشدو حديث أهل الله لا إله إلا الله
صل نائم يا موجود
واجب الوجود الله الله يا يا معبود واحد ودود حي لا يموت ذو الجلال دائم النوال الله الله جلال دائم النوال سبحان من قال للعاصي عاصي إلينا عود يا موجود واجب الوجود الله الله يا يا معبود واحد ودود حي لا يموت ذو الجلال دائم النوال الله الله ذو الجلال دائم النوال الحمد لله مجري الماء ماء وسط العود يا موجود واجب الله الله يا يا معبود واحد ودود حي لا يموت ذو الجلال دائم النوال الله الله ذو الجلال دائم النوال والله أكبر على صوت صوت القصب والعود يا موجود واجب الوجود الله الله يا يا معبود واحد ودود حي لا يموت ذو الجلال دائم النوال الله الله ذو الجلال دائم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلاة بدمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمات وأومض البرق في الظلماء من إضامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت اكفو فهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلبت ليلى خلني مهلا خل
الفجر طال كيف يكون الحال في وصالكم في وصالكم من عرف رباه صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. Everybody should recite along with me صلى الله عليه وسلم when I say نورِ مجرد حسنِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ محمد جانِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدِ عالم صاحبِ دوراں سورتِ قرآن سیرت یزداں سب سے مکرم سب سے مقدم صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر ظاہر و باطن حق کا پیمبر اکمل و اجمل سرتا قدم ہے نور کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوتے ہوتا نہ عالم عالم تو عالم ہوتے نہ آدم وجہ عنایہ عالم او آدم صلی اللہ علیہ وسلم
bazme jahan mein unke karam se dashto jabal mein unke qadam se rehmat hi rehmat har aan har dam sallallahu alaihi wasallam chashme jahan mein noore basar hai shakle bashar mein khairul bashar hai khaire mujassim mohsin e adam sallallahu alaihi wasallam sun lo munir ek mard e khuda ne raaz ki mujhko baat batayi isme muhammad hai isme azam sallallahu alaihi wasallam كشفت دجى بجماله بلغ علا بكماله كشفت دجى بجماله فلنت سميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله نعم اشرب شرب أهل الصفا تار العجايب تار العجايب اشرب شرب أهل الصفا تار العجايب مع رجال المعرفة الله والوقت طيب لقد آن شيء عجيب لمن رآني أنا المحب والحبيب ما ثم ثاني يا قصيدا عين الخبر غطاه غينك ارجع لذاتك واعتبر ما ثم غيرك فالخبر منك والخبر والسر عندك وأنت مرآة النظر قطب الزمان انظر جمالي شاهدا في كل إنسان كالماء يسري نافذا في أصل الأغصان يسقى من ماء واحد والزهر ألوان اسجد لهيبة ذي الجلال عند التداني اشرب شرب أهل الصفا الله الله تار العجايب مع رجال المعرفة والوقت طيب We got a request from Sheikh Jamal Diwan from Orange County that he sent a message saying that he gives salam to all of us and he asks dua for him and the Ahbab there and the community there, especially from Sayyidina Sheikh Samer to give yani dua for him from his heart, inshallah. And also Asif Bey, his grandfather, his read Fatiha for him, inshallah, for his day, inshallah. Fatiha. Ali Allah Muhammadin. Can I give
Assalamu alaikum. In the name of Allah, sent the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the world to save us from darkness. And the whole world is underneath his umbrella, and what a beautiful umbrella we're underneath. The whole world, people that don't even realize that they are underneath Muhammad sallallahu alaihi wasallam umbrella. And so we wrote on that because we love him so much. If you fill your heart with the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you will love the whole world, regardless of the condition of the world, regardless of the conditions of the heart. You will love the whole world because his heart loves the whole world even to this day. Salli Allah Muhammadin. Salli Allah Muhammadin. He brings peace to your heart. He brings peace to your mind. If you think of him and you send salawat upon him, expect something to come back. Alhamdulillah. Salli Allah Muhammadin. Salli Allah Muhammadin. He is this world's last prophet. There's no need to look no more. Salli Allah Muhammadin. Oh, how we adore him. Oh, how we love him. He is our last prophet. Oh, how we love him. He was invited to give heaven to get our prayers. Yes, he was invited to heaven to get our prayers. So when we bow our heads, we're invited to heaven too. Salli Allah Muhammadin. Salli Allah Muhammadin. He is this world's last prophet. He is our wasila. He is our connector. He connects all hearts. All of our hearts are connected, and all of us in this room live in heaven. We live in heaven because we know what hell is, and we are certainly not there. If by some chance Allah says, come on up to heaven, he'll check to see other people to see if they're bringing something in that doesn't belong. But for us, come right in. He is our wasila. He is our sealer today, and he is our sealer tomorrow. Salli Allah Muhammadin. Salli Allah Muhammadin. Salli Allah Muhammadin. I love you. Thank you so much for inviting me. Thank you so much.